لا تعترف بحقوق الإنسان ولا تملك الإنسانية. الميليشيات التابعة للسراج في المنطقة الغربية وقائمة تطول بالجرائم الإرهابية البشعة، حيث عثر في منطقة السعدية ببلدية ورشفان على مقبرة جماعية تحوي 4 جثامين متحللة بالكامل تعود لرجل وامرأة وطفلين. وبعد إجراءات الفحص تم التعرف على الجثامين، وهي لعائلة خليفة محمد البسكيني وزوجته وابنتيه. عائلة البسكيني وحسب اعترافات وزارة الداخلية بحكومة سقيرات فإنها قد علقت بالاشتباكات بمنطقة السعدية التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية قبل 7 أشهر، وتم الإبلاغ عن خطفهم بواسطة مركبة آلية من نوع سامسونج بمركز شرطة باب بن غشير بطرابلس بتاريخ 29 من أكتوبر في العام الماضي. منطقة السعدية والتي عثر في إحدى مزارعها على رفات عائلة البسكيني هي منطقة تقع تحت سيطرة الميليشيات الإرهابية التابعة للإرهابي أسامة جويلي، ولطالما شهد أهلها عمليات خطف وابتزاز وجرائم ضد الإنسانية كباقي مناطق الغرب الليبي. سيناريو إرهابي تكرره الميليشيات في حق المدنيين العزل، فشهدت منطقة السعدية التابعة للإرهابي أسامة جويلي في فترة سابقة جريمة مقتل عائلة تميمي على أيدي الميليشيات بالرماية عليهم لحظة خروجهم من المنطقة، ما أدى لوفاة امرأة وأبنائها الاثنين وشقيقتها. وقائع إرهابية ستبقى شواهد حية لإجرام الميليشيات التابعة للسراج، والتي سيعاقبها عليها الجيش الوطني في معركته المستمرة.